عينكو شكل رزقة منيحة منيحة يا برج العذراء. أنا شايف في عينكو إشي زي عندكم فرصة عمل، فرصة شراكة كبيرة، يمكن احتمال قرض من البنك أجاكو وعمالكو بتعملوا في مشروع. في ناس منكو أجاها فرص عمل، بس هاي الفرص العمل يعني مش صغيرة، فرص عمل كبيرة كتير. يعني في منكو كأنه داخل بمشروع ضخم مش صغير، وفي منكو كأنه أجت رزق مثلا ورثة، تأمين صحي مثلا، أشياء رزقة من الكبيرة. خلينا نشوف. ضللنا كارت هون، معناته بدهم يحكوا لكم اشي. خلينا كمان نحط هون. بعدين انت يا برج العذراء كأنك انت بدك فرصة جديدة مع هالشخص، او ناوي على صلح او تسامح. حاليا هذا الشخص هو في وضع علاقة ثلاثية، او هو في وضع في وضع التواصل مع الناس عن طريق الانترنت، عن طريق التواصل، موقع التواصل، عنده دعايات او عنده تواصل مع الناس، اكونتات، اشياء هيك. كأنه مثلا هو عنده جمهور على الانترنت بتواصل معهم بشكل طبيعي، وانتو شايفين هذا الاشي انه هو بتواصل على الانترنت وفرحان ومبسوط، واعتقد في انفصال في هاي العلاقة، لانك انت يا برج العذراء بعيد او متباعد. انت متباعد. خلينا نشوفك انت كيف شايف هذا الشخص، نحكم عليكو هالقيت انتو اتنين شو عاملين لبعض. طيب خليني اشوف لكم هذا الشخص. زي ما حكيت لك انت في شراكة، او انت بدك فرصة مع هذا الشخص، لانك انت شايف هذا الشخص، احتمال هذا الشخص رجع لك وانت رفضت هذا العرض، او لسه بتفكر في هذا العرض، او الشخص هذا جاي بس اعتقد انه رجع، او انت شايفه انه الانسان هو الانسان اللي انت تكون له كل المشاعر. يعني انت بتحبه كتير، انت حاسه هو ملك الحب، مشاعرك اتجاهه رايحة اتجاهه اكتر شيء. كمان انت شايفه انه هو كأنه بتودد لك او بده يرجع. طب خلينا نشوف مين هذا الشخص. هذا الشخص هو انسان عقلاني جدا، مفكر جدا جدا، وهو يمكن انت يمكن في انفصال بيناتكم، بس انا شايف في رجوع، او انت شايفه انه بده يرجع، او متمني انه يرجع، او انت شايفه يعني انت هذا الحب الابدي بالنسبة لك. كمان هذا الشخص هو عنده صداقات زي ما حكيت لكم على الانترنت، كأنه هو شغله اكتر اشي على الانترنت، كأنه يعني عندكو متواصل جدا بالروح معاكو كمان. وهذا الشخص طيب جدا جدا، وفوق انه هو الكوين اوف سورد، عقلاني ومتحكم وضابط مشاعره، ويعني بيحكي الكلمة ما برجع فيها، بس هو انسان طيب حنون، وبيحب يساعد الناس ويعمل الخير مع الناس، بحب يعطي شفاء للناس. يمكن انتو يمكن هذا الشخص بيشتغل في علاجات، مثلا طبيب صيدلاني، بيشتغل في روحانيات، او هو حاليا في زواج، او خاطب، او بده يخطب، او هو هلا في علاقة غير علاقتكم انتو، لانه هو هلا في وضع الفرح والمرح والتواصل، وكأنه في علاقة ثلاثية. أعتقد في علاقة ثلاثية في الموضوع. طيب خلينا نشوف الوضع عندكم هون شو ببشرنا.
ان شاء الله ما بشرنا الا بكل خير يا ربي. هون بيحكوا لك انه لازم تاخذ شرط لحياتك، تغيير كامل لحياتك، يعني وشفاء لأي اشي غير متوازن. كأني شفت انه بتعملك يعني انه تتوازن، حتى النصيحة تاعتك كيف تحل مشكلتك في التوازن. فهون بيقولوا لك انه اي مشكلة اي اشي بحياتك الماضية لازم تعمل لها جرب وشفاء وتوازن. وهون بقولوا لك ما راح يصير اشي جديد الا لما تمحي القديم كلياته، تطلع من الماضي كلياته. يعني العين اللي انت مفتحها على الماضي بدك تسكرها. ده قول must be so that now can enter. لازم تتخلصوا من الماضي عشان تسمحوا للحاضر، حتى لو في مصالحة بده يصير او اشي هيك، انه لازم تتوازنوا، لان انا شايفكم مبتعدين مش متوازنين. كمان انتوا حاليا في منكم ناس تتواصل عن طريق الارواح للشخص هذا، لانه هذا الشخص بيبعت لكم طاقة تفكير وندم، وهو ندمان جدا جدا عليكم، لانه اعتقد ان المشكلة الرئيسية انه انتوا طلعتوا حكيتوا له اكتر من كلمة في العظم، يعني انه مثلا صارحتوه بمشاعركم او صارحتوه بموقف صار معكم انتوا الاثنين. مثلا هو حب ياخد خطوة انه يتزوج واشي، فحكى لكم انه انا رايح اتزوج او اشي، فانتوا طلعتوا صارحتوه انه روح الله معك، انت ما بتعني لي انت مثلا، او منك لربك، او يعني شغلات زي هيك طلعتوا صارحتوه. فهو حاليا في وضع الناين اوف سورد، ندمان جدا جدا وكتير بفكر فيكو جدا جدا، مشاعره كتير بفكر فيكو، ببعتلكو طاقة تفكير هائلة جدا جدا. كمان انا شايفة انك انت يا برج العذراء تفكيرك الباطني بيعاند، يعني انت مسيطر على تفكيرك الباطني، فكرة معينة انت كأنك خلص سيطرت في نوع من انواع الفكرة المعينة، يعني هو الغلط وانا الصح، بسبب انه يمكن انا اعتقد انه انت لما صارحته بسبب انه مثلا هذا الشخص بتواصل مع ناس على الانترنت، او هو راح مثلا اتزوج او خطب، او صار عندكم مشاكل عائلية ادى الى انك تروح تصارحه وتحكي له كل اشي بصراحة. فهو شايفكو كأنه انتوا رحتوا صارحتوه بالمشكلة بكل صراحة، هو شايفكم انكم انتوا صريحين زيادة ومندفعين زيادة، يعني انتوا عندكم استعداد لأي غلطة انكم تروحوا تصارحوا فيها لو هي كانت غلطة صغيرة. انا شايفة كمان انه هذا الشخص حاليا هي بتزوج، او هو عنده شغل عبر تواقع سوري تواصل الانترنت، مواقع تواصل الانترنت. كمان هو شايفكم انه انتوا مثلا بتمسكوا في الكلمة، خلص بتضلوا ثابتين معندين عند رأيكم انتوا، وكلمتكم كلمة واحدة، يعني انتوا وضعكم اللي هو في برج العذراء معروف العنيد، انه انتوا خلاص موقفكم انتوا يعني بتضلوا سيد الموقف عندكم، موقف واحد ما بيتحرك وما بتغيروا رأيكم نهائيا. انا عندي شايف انه هو عقله الباطني مع انه هو ندمان وبفكر فيكو جدا جدا، ويعني بفكر في القصة اللي صارت، كأنه انت صارت قصة دخول شخص لحياتك، او قصة انه الاهل اتدخلوا، مثلا هو الشخص هذا اهله مثلا بدهم يزوجوه حدا تانية،
بدهم مثلا رافضين علاقتكم، في نوع صار من الرفض، فانت طلعت يا برج العذراء صرحت بصراحة، جرحت في الحكي، كنت جارح في الكلام، فهو ما زال بيفكر في الكلام اللي انت صارحت فيه وجرح، وحس حاله انه انجرح، وحس حاله بتأنيب الضمير، كأن هالشخص ما بينام الا وهو يفكر في الكلام اللي انت صارحته فيه، لانه هو شافك كأنك انت بتدافع عن نفسك، وكأن حق لك انك انت تدافع عن نفسك، وشافك ان انت على حق وهو الغلط، لانه هو شافك في عقله الباطني انه بحبك جدا جدا جدا، انت امنية حياته، انت كل اشي بيحلم فيه، يعني انت الحب والسعادة والاستقرار والثبات وكل اشي هو بيحلم فيه، هو شايفك هيك في عقله الباطني، يعني ما عندوش اي عذر انه يجرحك نهائيا، يعني هو بيعاتب نفسه بأنب ضميره لانه هو جرحك فعليا. هو انا بحكي لبرج العذراء انه هذا الانسان سبب لك جرح، خلاك تظهر وتطلع انك تواجهه وتحكيه بكل صراحة، وحتى الصراحة كانت عندك جارحة بعض الشيء يا برج العذراء. كمان هذا الشخص عقله الواعي انه هو بفكر انه هلا ما ياخد ولا خطوة ناحيتكم، لانه فعلا هو زي بده يخبي مشاعره، يخفي مشاعره، لو حتى هو ندمان عليكم جدا جدا بسبب دخول طرف اخر من العائلة او طرف ثالث انت دخلته، او انا حاسس كأنه هذا الشخص مثلا خطب لانه عائلته بدها اياه يخطب مثلا من العائلة تبعته، مثلا مش باختياره هو، باختيار الاهل، هيك احساسي بتحكي القراءة. كمان كأنه حسيت انه هو اجا مثلا حكى لك انه انا اسف مثلا بدي اروح اخطب، هذا الشخص حكى لك بدي اروح اخطب انسانة تانية او بدي استقر مع انسانة تانية، فانت قمت في الواجب وزيادة يا برج العذراء. فهذا الانسان اعتقد انه من حبه لكم مش قادر يتحرك او ياخد خطوة اتجاهكم، لانه يشعر بالندم جدا جدا، حس حاله انه هو خسر برج العذراء، حس حاله انه هو وعي لقى حاله انه فقد الاشي الساحر في حياته، الحب الحقيقي في حياته، كأنه كل شوي بيصحى بيحكي انا شو عملت في حالي، انا ليش هيك صار في، انا شو عملت، انا ليش رحت صارحت برج العذراء اني انا بدي اخطب، او انا ليش رحت صارحته واجهته بحقيقته، مش بحقيقتك يعني، بس انه خلاك تطلع عن مثلا شعورك وخلاك تروح تحكي له كلام جارح جدا جدا، مع ان هذا الانسان يعني يكون لك مشاعر فياضة حب، وشايفك انك انت انسان تصلح للاستقرار الزواج، شايفك كانسان عندك مشاعر، وكمان انسان عملي، وكمان عندك طاقة هائلة، عندك كل اشي بيجمع، كل اشي هو بيتمناه هو شايفه فيك يا برج العذراء. احتمال انه يكون هذا انفصال بين في انفصال زواج كمان، يمكن لانه العائلة معاندة مثلا ما بدها هذا الشخص اللي هو من برج العذراء. هذا الشخص كمان هو حاليا بده زي كابر يعاند، وزي بده ياخد وقفة مع نفسه، يراجع ويحاسب كل أموره. حاليا هو الشخص هذا بفكر نوايا أو إنه يختفي أو ما يظهر مشاعره، يبتعد عن الساحة نهائيا، لأنه بده يروح لحالة استشفاء ومحاسبة مع النفس، وزي كأنه بده، كأنه انتوا بدكم تسمعوا خبر انه تزوج او راح يتزوج او دخل بعلاقة تانية. احتمال انتوا بتتعاملوا زي ما حكيت لكم مع شخص هو بحبكم
يمكن هو أعطاكوا فرصة في الرجوع وانتوا رفضتوا، يمكن انتوا مثلا أمنيتكم من حبكم لهذا الشخص انه تشوفوه هو راجع، لانه انتوا كمان يا برج العذراء بتحبوه جدا جدا، حاسين هو الحب كله، حاسين انه هو يعني انسان رومانسي جدا جدا، عندكم احساس انه هذا الشخص فرصة لا تعوض، انسان يحمل ويكن كل المشاعر الرومانسية جدا جدا، وانتوا شايفين انه بيكن لكم حب كبير، بس في طرف اتدخل بيناتكم فرق في هاي العلاقة، لو انتوا كنتوا في زواج بس كأنه في قلق في هذه العلاقة ان كانت علاقة زواج. بس برج العذراء كان جايك مبلغ مالي يعني او فرصة عمل منيحة جدا، لان هون بقول لك الباب والحديقة، كأنه في باب بده ينفتح لك، كأنك انت مثلا من زمان جدا جدا بتدور على هاي الفرصة، واجتك او راح تجيك هذه الفرصة، وهون المعبد كأنه اشي زي اثري، اشي يعني اشي كبير، اشي كأنه حصيلة اشي قديم، يمكن انت بدك تروح تشتغل في متحف، بدك تشتغل في مثلا سياحة، اجدك فرصة سياحة انه مثلا مثلا تاخد جروبات يعني محمد سوري، انها تاخذهم وتفرجيهم وتلففهم حوالين مثلا بلدك وهيك اشياء. فانا شايف في اشي هيك جايتك فرصة عمل جيدة جدا جدا. طيب انت حاليا يا برج العذراء، حاليا انت احسك انك مشغول وماسك على مشاعرك وماسك بكل حزم وجاهز للدفاع على نفسك، كأنك انت يعني اذا هم مثلا خطوا خطوة من ناحيتك بدك تخطي، ما خطوة خلاص بدك تضلك زي ما انت ثابت ماسك مشاعرك، ما بدك تحكي، ما بدك تتعدى الحدود، الا اذا مثلا هو الشخص هذا تعدى حدود او العائلة اللي ورا او الناس اللي ورا تعدوا حدودهم، كأنك بدك تتعدى، بس طول ما هم ما قربوا ما تعدوا على حدودك كأنه انت ما بدك تتعدى الحدود، كأنك انت جاهز يعني جاهز لأي رد أو لأي إساءة منه، كأنه إذا هو أساء إلك فأنت بدك ترد له إياها، كأنه في هيك بده يصير إنه بينكم رد وصد، أو أنت صار موضوع معين مثلا هو أساء لك في الكلام، فأنت زي ما حكيت لك رديته، وهلأ أنت جاهز إنه أي كلمة أو أي إشي بيصير أنت جاهز، لأنك متشبت برأيك، ماسك مشاعرك وجاهز لأي مفاوضة أو لأي كلام أو يعني لأي حركة بدها تصير أنت جاهز لها، عندك جهوزية، بس لسه ما أخذت خطوة. لو حتى مثلا عندك مثلا بدك ترجع أو إشي، لا ما أخذتش هذه الخطوة، وأنت حاليا ماسك شغل، أنا بحكي لك أنت ماسك شغل كتير منيح وحلو بالنسبة إلك، عشان هيك أنت ملتهي في الشغل أكتر، لأنه أنت عقلك الباطني انت قاعد بتحس بنفسك وقاعد وحيد، وكأنك انت زي قاعد بتصلي وبتدعي ربنا وزي معتكف بينك وبين ربنا قاعد، حتى يعني عقلك الباطني كأنك انت قاعد وحيد، وهذا برج العذراء بالمناسبة، قاعد بينك وبين ربنا بتحاسب بنفسك ومثلا بتستغفر وتستنجد بربنا اللي يطلعك مثلا من الضيقة هاي، لان انت حاليا مشاعرك من ناحيته انت شايف ان هو بيعاند، وفعلا هو قاعد بيعاند فيك، وكمان هو كأنه مسيطر على الموقف وهو سيد الموقف، كأنه سيطر على كل شيء، انت شايف ان هو سيطر على الموقف كلياته وعاندك لوصلك لمرحلة انك تطلع تصارحه بكل شيء سواه. فانت هلا حاليا شايفه ان هو المسيطر على الموقف، وهو اللي ماسك زمام الأمور كلياتها، وهو مش متخلي عن موقفه نهائيا، حتى لو هو جرحك أو هو اللي مثلا جرحك في الكلام أو جرحك في مشاعرك أو أي إشي عمله حسسك إنه وجعك في الكلام في الحكي في حدة الكلام،
فهو ظل مسيطر على موقفه ومسيطر على نفسه لآخر لحظة، انت شايفه حتى الوقت هذا، وكأنك انت شايفه ممزق بينك وبين مثلا أهله، بينك وبين شخص آخر، فهو قرر انه يقود هذول الشخصين، مثلا انت وأهله، يسيطر على الموقف، هو اللي يكون سيد الموقف. يعني حتى لو هو حاسس حاله انه، او انت شايفه انه يعني مش عارف مين يرضي، الاهل ولا يرضي الزوجة او الحبيبة او الخطيبة او هيك هيك، انت يا برج العذراء شايفه. طيب عقلك الواعي كأنك انت يا برج العذراء، مع انه انت يعني عمليا او عامة انت جاهز لأي لحظة، او حاليا تعمل في كد ونجاح وجاهز لأي موقف بيصير معاك، بس كأنك انت يعني مقيد، افكارك اتقيدت، يعني زي كيف تحكي انا انشل تفكيري، بطلت اقدر افكر، انت هيك كأنه الموضوع هذا خلاك ما تقدرش تفكر نهائيا. يعني سبب المشكلة هاي، المشكلة هاي اللي صارت، كأنه انت تفكيرك من ناحيته مقيد، يمكن لانه ارتبط ارتباط تاني، او صار زواج تاني، انفصلت عن بعض وصار الزواج تاني، كأنك انت اتقيدت، تفكيرك اتقيد، يعني ما عندك تفكير، بطلت قادر تفكر او توصل لحلول معينة، كأنه انت برضو افكارك مقيدة بمجتمع معين، بشغل معين، بحياة معينة تانية غير اللي انت يعني متوقع تعمله. مثلا انت في مجتمع مثلا ممنوع مثلا انه ترجع للشخص هذا، خلاص انت مقيد في هذا المجتمع، او انت مقيد بافكار مثلا، او انت مثلا عندك، او انت بتشتغل في الروحانيات، او بتتابع الروحانيات، او انت زي خلاص بس بدك تقضيها صلاة وعبادة مثلا، فانت كأن تفكيرك صار محدود وفكرتك محدودة، يعني مش قادر تفكر ولا بإشي ما عندكش، لأنه هون بحكي لك نظف الماضي ونظف كل إشي وتوازن، وهون فعلا نصيحتك إلك إنه تتوازن. أنت شايف المشكلة، أنا شايف هذا الشخص كأنه حاول يحمي نفسه، وحاول كمان هو زي كأنه أخذ بالكلام يعني على عاتقه، وصار إنه يدفع فيك لبرا، كأنه هو بده بحال الدفاع عن النفس. أنت شايفه المشكلة شفت ان هو صار زي حال الدفاع عن النفس من كلام مثلا العائلة، من مثلا انت الكلام اللي جرحته فيه، صار هو بده يدافع عن نفسه، فصار هو الند بالند، يعني زي ما انت بتجرح في الكلام، انا كمان بجرح في الكلام وبدي ادافع عن نفسي، مثلي مثلك، في دفاع عن النفس، في دفاع عن النفس. طب انا حابب اشوف شو نوع المشكلة، بسبب شو هاي المشكلة يا برج العذراء.